فيها سبع ياكل علي ولا كشفتها الا بعد محاولات عديده. حطيت شبك مترين اللي تشوفونه قدامكم، وحطيت فوقه متر شبك ثاني، وبرضه عجزت في هذا السبع اللي ياكل علي البهم الصار، وتشوفون النتيجة بعد دقائق. طلع السبع المتسلق، السبع المتسلق اللي حاولت فيه محاولات الفخ ما جابت، اجلس في الليل برضه عجزت فيه. طلع هذا هو امامكم. المتسلق بعدين ياكل حاجة بسيطة، ما ياكل الطلي كله. هذا هو السبع اخواني، معكم مصر بن بجاد القعياني من قرية الحيل.